2010 اكتشفت انه انا ممكن اطور من نفسي. حولت الشغب اللي انا كنت اخربش على الطاولات الى شغف. طورت من حالي كثير، بديت ارسم بال 2010 سكتشات. حملة على اللي هو منصة GoFundMe. الحملة بتهدف إلى إني أقدر أطلع أدرس مجال الإندستريال ديزاين اللي هو مجال التصميم الصناعي بجامعة فلورنسا في إيطاليا. أنا طموحاتي أوصل للعالمية وأكون من ضمن فريق شركة مرسيدس بنز.